دابا العيالات اخ شي خطر على المجتمع. العيالات سحارين تيديروا الخيوبه، تيديروا الشرويطه، تيديروا الشمع، توكلوا بنادم توكل. بحال دابا الراجل اللي كان عاطي العين، المرات تمشي عند الفقيه تتاخذ لك الشلمه ديالو في كلينيكس تدي عند الفقيه. الراجل المسكين ما تبقى يخدم، ما تيردم، تيديروا ليه التباريد، تولي الراجله غادي وديرها مصدوم. المراه المغربيه عندها مشاكل ديالها وكتخدم وكتنتج وكتلقاها في اي حاجه، اي مكان مكان مزيان، فهمتي؟ هذاك الشيء غير واخدين نظره خاطئه على الراجل. هو اللي كيسحر ماشي المراه، حيت الراجل فقيه، الفقيه هو اللي كيسحر. المراه كتكون سابة وكتمشي عند الفقيه كدي لي حوايج وهادي وهادي. انا معروفين بها، ما نافقوش راسنا، المغاربه الدرجه الاولى، مصر الدرجه الثانيه، ونبقاو غاديين في الدول الاوروبيه. مسائل هي باينه، ماشي غادي نكذبوا على راسنا. والله اختي ما كاين لا سحور لا والو، ما علاش غنديروا السحور؟ حنا الا كنا غنبغيو رجالتنا خاصنا نبغيو نفسنا، ما نبغوش بالسحور. طلبوا من الزيت كيسوا لنا العواشر هذي، قتلونا بالسحور. الله الا قتلتو. لا المراه المغربيه لا لا مولاتي تبارك الله عليها، ولكن كاين بعض العيالات اللي عقلهم صغير كيلتجئوا لهاد. لا تاكل ناكل ولا في الطبسيل، باش ديك اللعبه من ناكل بوحدي في الطبسيل راه ما ناكلش بوحدي في الطبسيل. تقدر توكلك التوكال تولي غادي بحال في الطريق بحال الهبيل. شي قال ارا نزرب عليها قبل ما تزرب عليا، هو دار راسو تسطى واللي يطلع لها فوق السدا دار حاشا كيبول لها فوق الناموسيه، حتى المراه هزت ولادها وهربت، ما بقات تابعه لا في النفق لا والو، دار لها القالب زعما بطريقه فنيه. هذا الموضوع ديال الشعويده هو حرب العصر، ماشي غير في المغرب، في الدول العربيه كامله كتلقاي اللبنانيات كيسحروا، كتلقاي المغربيات كيسحروا، كتلقاي الاوروبيات ولاو كيتعطاو للسحر. انا مجوج، انا عندي مرجي، لو بغات تسحى عليا لا غتحارب مع مرجي. لا يفلح الساحر حيث اتى، سواء كان مرا سواء كان راشن. والعيالات اللي ضعيفه الشخصيه صارت كتمشي هذاك الدومين، واللي مثقفه وواعيه وعارفه راه ما عمرها اصلا غادي توصل هذاك الميدان ولا غادي تمشي. هاد الايام العاشوره كنوصي الرجال يحضيو روسهم. اللي عنده شي صديقه جيبها لي الحلوى ولا جيبها لي شي حاجه ما ياكلش. هادو اتهامات كاذبه وكيد الحاسدين، والمراه المغربيه الله ينصرها.